اخلص، عرفت حاجة؟ وصلنا له يا كبير. فين؟ كباريه المالت بيضون، رائد لأفندينا هناك. وانتوا كنتوا فين؟ وازاي تسيبوه يروح لوحده؟ ما انت عارف دماغ المعلم براء، ناشفة زي الحجر، رفض حد يروح معاه. يوم يروح له في حجر المالت، ده كلب أفندينا، وقطته بتتمسح فيه. جهز بسرعة كام راجل من رجالتنا يجوا معانا، لازم نلحقه قبل ما ياكلوه، يلا بينا. خميس قفش الدنوح في كباريه المالت وعامل عليه حفله هناك. خميس اللي راح له ولا هو اللي جاله؟ لا الواد هو اللي راح له، بس شكله كان نوع الشر، لكن افندينا لعبها معاه وجابه تحت رجله. خلاص، مال وشك مصفر كده ليه؟ لا لا الا الله، النوح مش هيعدي اللي حصل لابنه ده بالساهل حاج. هو خميس قرص على الواد بالزياده؟ الظاهر كده. ما دام الخبر وصل لك يبقى ضروري راح للنوح. طب والعمل يا حاج؟ طب تسالني يا ابو سنه؟ لم الرجالة وروح في ظهر خميس أحسن يخرج يتفاجئ بيهم. هات يا جمال يا رب. استرها يا رب معانا، استرها مع خميس. في كرسي كانه حرامي، ورحنا ملبسينه نص الطوب الفوقاني لمؤاخذه واحمر وهو لابس اسود. لو كنت شفت المنظر ده كان قلبك رقص من الضحك قد وسطك يجي 100 مره. ايوه يا خميس يا حبيبي، بس انا خايفه عليك، قلبي هيقف من الخوف. اتهد شويه يا اخويا، ده انت يا دوبك لسه خارج وعملت كل ده، امال اللي جاي ايه؟ اللي جاي زي اللي راح، كله رغاوي. يعني انت هتفضل رامي نفسك في النار كده على طول؟ تخافيش يا رمانة، النار ما بتحرقش مؤمن. انا ما بهزرش. ايه ولا انا بهزر ولا انت شاكه اني مؤمن؟ لا طبعا يا اخويا، ربنا يزيد ويقوي ايمانك اكتر واكتر. امين ان شاء الله. بس انا والله خايفه عليك من اللبش ده. لبش ايه؟ هو انت عايزين اسيب حق يا رمانة؟ اسيب الناس اللي خانوني وسلموني للحكومه؟ أسيب البيت لعالم واطي يلهفوه مني؟ البيت اللي تعبت وشقيت وأنا ببنيه طوبة طوبة. أنت ما تعرفيش أنا تعبت قد إيه ولا شقيت إزاي عشان أبني البيت ده. أنا اتذللت للزباين. أنا ياما كنت أقف للزبون أثبته وأتذلل له. اللي جاي ياخد قرش ولا قرش ونص أثبته عشان ياخد له وقية. واللي بياخد وقية ولا وقية ونص أثبت فيه عشان ياخد له فرش. إن شاء الله حتى يقسمه هو وزمايله. أنا شقيت يا رمانة، شقيت وعرقت وتعبت على ما وصلت اللي أنا فيه وبقيت كده. أقوم بقى سايب كل ده في الآخر وأقف أتفرج؟ ساعتها مبقاش أستاهل اسم أفندينا يا رمانة. أيوه بس أنا بصراحة كده ماليش فيه. أنا بحبك يا خميس وخايفة عليك، مش عايزاك تضيع مني وتبعد عني تاني. هو ده قدري ومكتوب يا رمانة. غلط بقى ولا صح، هو ده أنا. اليوم امي جالها الطلق فيا كانت بتوزع بضاعه ساعتها وشالتني، كنت يا دوب لسه حته لحمه قد كده حمرا كده صغير، وقامت شايلاني في صندوق حشيش. عشان كده انت طلعت صاحب مزاج. اما انا اتفطمت عليه. من ساعتها وانا بقول يتوب علينا ربنا، ولحد دلوقتي بقولها. الصندوق ده رمانه كان تابوت، تابوت من اللي بيشيلوا فيه الميتين.
زي ما يكون مكتوب عليا إني أجيب الدنيا من آخرها وأسرق طعمها من بق الموت. إحنا إيه الكلام الكئيب ده؟ إيه اللي فكرنا بالليلة دي دلوقتي؟ هو أنا ما وحشتكيش يا بت ولا إيه؟ وحشتني طبعا. طب أمال إيه بقى؟ إيه بقى؟ تعال بقى أهو. إيه؟ أهو بقى. تلعبي ريست. ريست ده إيه؟ ريست يا بت ريست. دي لعبة النخبة. تعال بس ما تخم. ماشي. ماشي. يلا. اصبر كده. واحد. اثنين. ثلاثة. يا بنت قوية. يدوب علينا ربنا. راح فين على الصبح كده يا براك؟ مالكيش فيه، خليك في حالك. ما هو ده حالي، هو أنا مش مراتك ولا إيه؟ مراتي؟ مراتي بأمارة إيه بقى إن شاء الله؟ بأمارة الوضع اللي أبوك غصبنا عليه. بقولك إيه؟ حل عنا فوخي والصبح قولي على الصبح. أنت صحيح لو عايز تنتقم من خميس، لازم تعرف إن عنده رجالة كتير وعزوة أكبر. يعني عشان تنتقم منه لازم تبقى قده. خدني على اخوانا هو رجالته ابن الكلب. بس وديني لكم جايب اجله بايدي دول. ساعتها تكبر في عيني وتسد الخانه الفاضيه وتحل محل اللي راح. اكبر في عينين مين يا بت؟ اوعى تكوني فاكره ان انا رايح اخد طار اخويا عشان اكبر في نظرك ولا حاجه. ده انت تبقي اتعبطتي. قدك 10 مرات بيترموا تحت رجلي كل ليلة. بس انت بتيجي كل ليلة تترمي تحت رجلي وما بعبركش. تعبري فيه يا بت؟ ما هو ده تمامك، ما تعرفش تضرب غير النسوان، انما تيجي عند الرجالة وتعمل فار. انا فار يا بنت الكلب وهات امك اللي علمت مامك صح. حرام انت وعزك ربنا يهدك. بس وانت نزلي لتحت دلوقتي. يلا ارفع وشك يا مش ابن النوح اللي يحط وشه في الارض. مش هقدر ارفع وشي يابا غير لما اسحله قدام رجالته واخد حقي بايدي. حقي ما يتاخدش بقعده نسوان في البيت ولا بكلمتين فاضيين. الحق يلزمه قوه تحفر بيها قبر للي ليك طار عنده. والقوه دي لازمها دماغ شغاله عشان توزن بيها كل ده. عشان يوم ما تضرب كفتك انت اللي تطب. فهمت يا براء؟ نسوان ناقصة رباعي؟ ده احنا على كده بقى ما كناش نسوان. الولية كل شوية تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على رأي المثل، الراجل أنيها وهي بتبص لأمه بعينيها. البشاير إيه؟ ده المفروض يسموها نوايب. ولا الله يخرب عقلك، أنت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ أنا عارفة إن أمك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي، انت البيت اللي انا لسه موضبه، انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس الحقوني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟
طبعا ملاتك من ناحيتي وشعللتك نار. يا ام يا ام انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري بالراحه يا اخويا. ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاحوا عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق لهمهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس. اموريني تطلق الوليه دي وتخلص منها. ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى انت هتستفيدي يا ست انت لما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ ده رايح قله الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت انا هضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه. ده ما بقاش بيت ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ لا تكنيله في شكلك. امشي وري من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتطلقي هتطلقي.